هاي منطاد الهواء الساخن يعتبر من أأمن وسائل السفر بالجو، وهو أول تقنية ناجحة لحمل الناس بالجو. أم فيها جان فرانسوا بيلاتر دو روزيي وفرانسوا لوران سنة 1783 بفرنسا. هالتقنية بتستند على مبدأ علمي بسيط، إنه الهواء السخن بيرتفع بالهواء البارد. ستيف فوسيت من أشهر المغامرين بالهوت اير بالونز بالعالم، مع عدة إنجازات قام فيها بهالمجال، ومن بينها جولة حول العالم بالمنطاد. كتاب Around the World in 80 Days للكاتب الفرنسي جول فيرن صدر سنة 1873، وبيحكي عن مغامرة فيلياس فوغ بجولة حول العالم بالمنطاد. مين قال إنه أكبر مهرجان للبالونز بيتم سنوياً بنيو مكسيكو، وبيطير فيه 700 منطاد بأشكال وألوان مختلفة على مدى 9 أيام؟ أنا قال، شوفكم بكرة.